هجرت بعض أحبتي طوعاً هجرت بعض أحبتي طوعاً هجرت بعض أحبتي طوعاً لأني رأيت قلوبهم تهوى فراقي نعم أشتاق نعم أشتاق ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي أرغب في وصلي أرغب في وصلي أرغب في طريق الذل لا 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 تهوى ساقي الله أي الله أي الله في ساعة تبقى الحياة أشبه بزار تبقى الولي من غير مزار في ساعة تبقى الحياة أشبه بزار تبقى الولي من غير مزار وساعة تهون نفسك عليك والكون عليك وساعة تهون نفسك عليك والكون عليك وتشوف سراب على طرف حافة من التراب هل تبقى الحياة أشبه بزار تبقى الولي من غير مزار في ساعة تبقى الحياة أشبه بزار تبقى الولي من غير مزار وساعة تهون نفسك عليك والكون عليك وساعة تهون نفسك عليك والكون عليك وتشوف سراب على طرف حافة من التراب حل
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. زي ما استمتعنا معانا النهارده مجموعه رائعه من الفنانين بداوا مشوارهم الفني في عام 2003 وبعد سنين شغل وتعب طويله بجد اصبح ليهم علامه واضحه مميزه في الغناء رغم زحمه الفرق اللي طلعوا معاهم. قدموا عدد كبير من الاغنيات والحفلات المهمه على مستوى فرق الغناء المستقله الاندر جراوند، وكمان شاركوا بكلماتهم والحانهم في افلام حصلت على جوائز مصريه وعالميه. ضيوف النهارده باند اسكندراني اسمه صوت في الزحمه، برحب بيكم. اهلا بيكم، وانا هرحب بيكم واحد واحد لان يعني انتوا تستحقوا ان احنا دايما يعني نقول اسماءكم عشان الناس تعرفكم. كنتوا عاملين حاجه جميله جدا. ارحب اولا بال احمد شمس الدين عز الدين الشهير بسن الجيتار، اهلا وسهلا. ادم محمد الحبشي مطرب، اهلا بيك. مكي ابراهيم الكاوي الشهير بشيريبو كيبورد، اهلا بيك. شيربو دياب ابو زياد، اهلا بيك. محمد نبيل مصطفى، اهلا بيك يا محمد. ايهاب ابراهيم محمد رامز، اهلا بيك يا ايهاب. بيتر ملاك راغب، اهلا بيك. على الحبشي، اهلا بيك. على الجيش، الجيش اهلا بيك. سعيد جدا بوجودكم معانا النهارده. احنا سعداء اكتر. الفكره بقى جت ازاي؟ من المؤسس؟ بص الفكره كانت هناك على بالظبط الباشا. هو احنا يعني احنا يمكن اول ناس بدانا صوت في الزحمه من 2004 بقى عمره. كنتوا قاعدين على القهوه؟ لا وتقابلنا في شكل ما كده يعني رايح جاي وبعدين يعني انت خريج ايه مثلا؟ انا اداب انجلش. اداب انجلش حضرتك؟ صيدله. دكتور؟ دكتور تجاره. تجاره. انت قعدتوا على القهوه عملتوا الفرقه؟ لا مش بالظبط يعني عطليه بقى يعني كان في جاب كده في النص قبل القهوه بس هي الفكره كانت عند ادهم يعني في الأول. وبعدين؟ هو احنا بدانا نلعب مزيكا في الفتره دي يعني كانت يمكن بدايه ان احنا ابتدينا نلعب مزيكا، كان لسه ما فيش بقى فرق اندر جراوند ولا في يعني مزيكا في مصر كانت مش بالحجم ده، كلها مع ستارز يعني. فبدانا بقى نعمل الفكره كده، ابتدينا نجمع بعض. طب احنا محتاجين حد يلعب كيبورد، محتاجين حد يغني، محتاجين حد يلعب عود. بدانا نعمل الفكره يعني. طب ليه وسط الزحمه؟ ما هي زحمه في مصر في كل حاجه مش في المزيكا بس، في المواصلات وفي لقمه العيش وفي كل حاجه، فالمزيكا من ضمن الحاجات اللي فيها زحمه. واحنا بنحاول نوصل صوتنا يعني. اصل صوته في الزحمه يعني تحس ان في اصوات كتيره وانتوا داخلين وسط الزحمه ولا ايه؟ هو ده حقيقي. هو طبيعي في حال اي نوع من الفنون او حتى زي ما دياب بيقول في اي نوع من اي مجال في المجتمع انت بتلاقي فيه زحمه وفي حاجه بتحصل عجبتك او ما عجبتكش، دي برضو حاجه اختلاف بس هي موجوده يعني كل انسان. فده احنا حسينا ان هو اكتر اسم بيعبر عننا صوته، بنحاول نوصل في زحمه سميتوه صوت في الزحمه. طب صوت في الزحمه النهارده هيسمعونا ايه يعني؟ انا الحقيقه حابب ان انا اقول الاسم كتير عشان الناس كمان تحفظه يعني، طبعا رغم ان كنتوا بقالكم النهارده 12 سنه تقريبا شغالين. هنسمع ايه دلوقتي؟ اللي فات اسمها ايه؟ اسمها ديزار من فيلم مايكروفون. فيلم مايكروفون ده فيلم خارق العاده عبد الله وبطوله خالد ابو النجا، ده كان واخد جوائز كتير اظن. انتوا كمان خدتوا عليه جائزه اظن الاغنيه. مظبوط. وفعلا هي زار يعني كانت من التركات اللي كان ليها توظيف معين في الفيلم، واحمد عبد الله حطها في شكل ظريف، فاحنا بصراحه كنا مستمتعين حتى واحنا بنتفرج عليها في الفيلم. ايه ده زار بقى حلوه قوي، والفيدباكس اللي جايه لنا على زار حلوه جدا.
وبنحاول ان احنا نطور كل شويه. قصدي هنسمع ايه؟ هنسمع تراك اسمه سيس. اه سيس والله سيس. خبز مولا خبز خبز. لا لا خالص. يلا يلا بينا. من كيف ووقتك يضيع فكك وفاكس كلامك الرقيع بخالف من كيف ووقتك يضيع فكك وفاكس كلامك الرقيع واقف تعاكس وعايز تصيع عايش حياتك على حساب البني حساب الجميع كلها مرة على استحياء أيوة أنا خلقي ده فاجويل ما أكسس وبتشيل حديد وجسمك لعقلك تناسب بعيد فاجويل ما أكسس وبتشيل حديد وجسمك لعقلك تناسب تبعين جلك في شعرك بيلمع اكيد فاتح لصدرك كمطرب جديد كمطرب وانا خلقي ده لعقلك تناسب بعيد كده كده وبتاع شايب النعناع شبشب بصباع مركب بشراع عمرسي سرق اتسبع على في هوائي ملتاع حوالي رعاع في عيني شعاع بيدق شرار على اي كلام على اي حوار يكسبوا قرشين
لك لف خفير وحاجات بتطير طفل وزمامير وعيال امامير احنا السراطير راكنين الفيل عند الترماي بتقول لك هاي بتقول لك باي وهي طالعه من بيت ابوها داخله بيت الجيران جايبه من الشمس الطرحه وغزله من القمر بستان طالعه من بيت ابوها داخله بيت الجيران جايبة من الشمس الطرحة وغزلة من القمر فستان على فاصل نرجع تاني نواصل صوت وسط الزحمة تخيل جنة نعيشها ما فيهاش غير ناس أحباب من غير جحيم الفرقة وسماها حضن أصحاب تخيل كل العالم عايش عمره في يوم تخيل كل بلدنا مفيش ما بينها حدود لحروب فيها تدمرنا والعدل فيها يسود تخيل كل العالم عايش عمره في يوم هتقول ده حلم في خيالي بس انا مش وحدي فيه يا ريت يجي يوم يجمعنا ونعيش حياتنا رزق يكفي ويقضي كل الناس ولا حد يجوع ولا يحقد ونعيش في كون والناس تخيل كل العالم عايش عمره في يوم هتقول ده حلم في خيالي بس انا مش وحدي فيه يا ريت يجي يوم يجمعنا ونعيش حياتنا بيه
تتخيل جنة نعيشها ما فيهاش غير ناس أحباب، من غير جحيم الفرقة وسماها حضن أصحاب. تخيل تخيل. تخيلوا الجمال الواحد بيستمتع بيه النهاردة مع صوت في الزحمة، فرقة صوت في الزحمة. فعلا اختيار الكلمات جميل جدا. انتوا بتختاروا الكلمات ازاي؟ يعني مين بقى بيكتب الكلمات ومين بيلحن؟ في طبعا شعراء كتير بتجيب لنا كلمات، بس احنا يعني بندور كمان على بروجكت، فنبدا ندور على شعراء ممكن تكتب لنا عن ده. يعني احنا بنتعامل وايه حكايه بقى كلام قبيح؟ كلام قبيح اسال ادهم. احسن حد يتكلم على كلام قبيح ادهم. ادهم هي كلام قبيح دي، وطبعا الاسم احنا عملناه فج شويه كده عشان هو الموضوع فعلا فج كده. هو دي يعني كلماتي والحاني. الفكره كلها قايمه على فكره البنت يعني المحطمه اللي في الشارع، تنزل الشارع دي تحارب كل اللي حواليها من كتر ما هي مواجهه من كل حته. يعني كل حاجه بتحاول تنتهكها او تاخد منها حاجه، فهي وخاصه يعني ممكن نلخصها في التحرش يعني. طيب نسمع كلام قبيح. عشان انت فاكر انها ما تقدرش تحمي نفسها، عشان انت فاكر انها تقدرش تحمي نفسها، قربت منها بتقول لها كلام قبيح، كلام قبيح. عشان انت شايف انها ماشية ضعيفة لوحدها، عشان انت شايف انها ماشية ضعيفة لوحدها، ترعبها ولا تذلها. راجل صحيح، راجل صحيح. عشان انت خايف منها تاخدها غصب عنها، عشان انت خايف منها تاخدها غصب عنها، لانها بريئه من شعب انحرف جاتك القرف. قافلين عينينا ودننا، عشان انت عارف اننا قافلين عينينا ودننا، لو شفنا نعمل مش من هنا. هتروح لمين؟ هتروح لمين؟ وكأنها مش بنتنا، حاسة غريبة عننا، وكأنها مش بنتنا، حاسة غريبة عننا، ننهش وناكل في لحمنا. دفقاً هديل، دفقاً هديل، دفقاً هديل.
بوها من هنا ردودنا جاهزه كلنا ودي اللي ودها هنا ردودنا جاهزه كلنا ودي اللي جابها من هنا ردودنا جاهزه كلنا ودي اللي ودها هنا ردودنا جاهزه كلنا ده لاننا متحرشين للأسف. كلماتي هايل. نطلع لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع الفرقة الجميلة اللي نورها النهاردة صوت في الزعم. اجري بسرعة يا واد يا حسين تقب وتغطس في دقيقتين اجري بسرعة يا واد يا حسين تقب وتغطس في دقيقتين شوف لنا ريري بيتباع فين بكوا اتنين بقى هات لنا منه بكوا اتنين الصلاة عزين الصلاة عزين هدلي ناريري هدلي ناريري هدلي نا من نوبك ودني هدلي ناريري هدلي ناريري هدلي نا من نوبك ودني والصلاة عزين الصلاة عزين مش عمال يقرص يا اخويا مش عارف انام منه يا اخويا مش عارف انام من وقت ما حطيت كده يا اخويا مش لاقي ولا ناموسه يا اخويا وعارف انام وقت ما حبيت كده يا اخويا مش لاقي ولا ناموسه يا اخويا وعارف انام كيدو باسم القرص كيدو نام بستك ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجاو 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 شوكولاتة ورقها مفضفض والحشو جوه بجوز الهند والحشو جوه بجوز الهند شوكولاتة جيرسي واكلة الجاو بستك ناو شوكولاتة جيرسي واكلة الجو والحشو جوه بجوز الهند كيدو عاوز لبن انا عاوزه الان كيدو ومزيكا وفوزيكا عاوز لبن انا عاوزه الان بيدو بيدو عاوز لبن انا عاوزه الان
مين ده؟ 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 لابس أميجو بينور وأنا عليها بدور. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ النور في كعبه بينور وأنا عليها بدور. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ هتكسب ساعة هدية. هدية ساعة يا بختك بيها وانت لابس أميجو بينور وأنا عليها بدور. محمود ايه ده يا محمود؟ انظر في السيدي يا فضيلة. محمود ايه ده يا محمود؟ اوضة سفرة كارفيت سيتي يا وهيبة. محمود ايه ده يا محمود؟ دي مفارش كارفيت سيتي يا فضيلة. محمود كله كارفيت سيتي يا وهيبة. هيجوزوني. طب ما تتجوز يا اخي. بقول لك هيجوزوني. الله شوف برضو هتجوز. طب انا مش شايف بروبلم. واجيب جهازي منين؟ ما عندك جهاز العروسين. عبد الرحيم عمرو. ايوه هو عبد الرحيم عمرو. اذا احتكم الامر يا جماعه وهتجوز. هتجوز ضد الميه وضد النار. ضد الميه وضد الحشرة وضد الفار. ضد المية ضد النار. ضد الحشرة ضد الفار. مطبخ قاب نوري ألمنيوم. ماله ده بيت تقسيط. تقسيط 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 دلوقتي مطبخ قاب نوري تقسيط. ركب شيش من قب نوري وغيره مفيش. ركب قب نوري ألمنيوم ده بيت تقسيط. تقسيط 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 تقسيط. شكل المطبخ شكله جميل. آه. من الألمنيوم صنع متين. مطبخ قب نوري ألمنيوم ده ايه ده بيت تقسيط. تقسيط 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 تقسيط. وش معنى السحري مصر عليه؟ جرب وهتعرف وحدك ليه. السحري البان تندغه تلقاه الوانه تبان. امدغه القاه الوانه تبان يا نهار اخضر. السحري الاخضر والاصفر تندغ يديلك لون احمر. لو عايز اخضر هعمل ايه؟ تندغ في الاول لون اصفر. دو دو ولذيذ طعمه فراولة. يا حلاوة السحر يا حلاوة. تندغ وانا زود في المصروف. ابدا ابدا ده ما هوش غالي واشتري هتشوف. دو 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 احلى هدية. السحر البان طعمه الوان مية المية. حبايبي انتوا ياللي غاليين عليا. مشفوقة سنة والله ده مية مية. والغسلة منه بس اللي هي. فكرنا والله بيسألونا. تعالى يا صابو ورلو غسلنا. ايديا ديا ديا عزاز عليا. والرغوة بتطير. والبوعة راحت على غسلنا. والله بيسألونا. تعالى يا صابو يا صابو يا صابو. باي فوز. ورجعت لكم تاني زي ما يعني مستمتعين اكيد وشايفين يعني عاملين ميكس من الاعلانات القديمه كلها يعني صوت في الزحمه عاملين حاجه مختلفه خالص. انتوا عملتوها ازاي التركيبه دي؟ هي كانت 2005 وكان المهرجان كله اسمه نوستالجيا
وكل الفرق كان مطلوب منها ان هي تلعب اغاني قديمه وحاجات قديمه بس ما يلعبوش اغانيهم. فاحنا قعدنا في القعده ياها يلا بينا نكتشف نعمل ايه. اخترنا نوعيه من الاغاني القديمه وكانت بدايه ان احنا نعمل الاغنيه انها تكون كلها عباره عن اعلانات قديمه. وعملناها في الحفله والقبول المهول اللي لقيناه من الناس فضلت معانا وبقت اغنيه من اغاني. بس غريبه ان في اجيال جديده يعني اغلب الاجيال الموجوده يعني مواليد الثمانينات يعني ما يفتكروش الاعلانات دي بس في ناس يعرفوا يعني بيسمعوها وبتعلق في ودنهم لمجرد مثلا اهله قالوها له مره فابتدي يدور عليها بقى. بالظبط يدور عليها. احنا اصلا ان احنا نثبت التراك ده في البلاي ليست بتاعتنا بس احنا لما لقينا ان احنا لعبناه في حفله وجاب يعني سوكسي جامد او ابلوز جامد قوي الناس اتبسطت منه الناس بقت تطلبه مننا في الحفلات كل حفله اكتر يعني. فبجد دلوقتي لا عاجبني جدا مش عايز اقول لك بقى ثابت هو متعب جدا على فكره هتعبنا جدا. ايه تاني في البلاي ليست عندكم الناس بتحبه بتحبوا تقدموه؟ احنا عندنا غني البكره. عندنا غني البكره ده متعشى بشاي. يلا اشرب شاي. تعالى غني البكره. غني البكره ده غني دي حاجاتك ادي الراجل ده حاجاته كوبايه العصير بتاعتك كوبايه العصير. ما فكرتوش تعملوا حسنين ومحمدين وحطوها بقى بعد كده خلي الكفايه اتنين. مهموم بتفكر هنزل للشارع غني وسفر خلي الناس يشوفوك ويعرفوا ضحكه من قلبك ليه مستكتر ضحكه في وش حد مكشر جرب لو مره مش هتخسر خلي اللي حواليك يقلدوا عيش الفكره غني لبكره طلع كل اللي جواك علي صوت خليهم يسمعوا عيش الفكرة غني البكرة طلع كل اللي جواك علي الصوت خليهم يسمعوا هيص سنك كان ايه او شكلك قلقك عمره ما هيحل مشاكلك افرح يمكن فرحك مش فاكرك لون بكرة بألوان يعجبوك ما تجرب تضحك للدنيا عشان تضحك لك هزر مع كل اللي شكلك يمكن مجنون او لسه بعقلك خليهم يحتاروا ويسألوا عيش الفكرة غني البكرة طلع كل اللي جواك علي الصوت خليهم يسمعوا عيش الفكرة غني البكرة طلع كل اللي جواك علي الصوت خليهم يسمعوا أوي فكر شغل مخك لو حجر فوق جسمك يمكن متحجر زعلك لا يقدم ولا بيأخر لون بكرة بألوان يعجبوك هيص سنك كان ايه أو شكلك قلقك عمره ما هيحل مشاكلك افرح افرح يمكن فرحك مش فاكرك خليك في جنب اللي يلزقبوك افرح افرحك للدنيا عشان تضحكلك هزر مع كل اللي شكلك يمكن مجنون او لسه بعقلك خليهم يحتاروا يسألوا عيش الفكره غني البكره طلع كل اللي جواك علي الصوت خليهم يسمعوا عيش الفكره غني البكره طلع كل اللي جواك علي الصوت خليهم يسمعوا لا 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 قولي بقى ايه المشاريع القادمة ان شاء الله؟ بنعمل البوم ميني البوم صغير بنجمع فيه التراكات بتاعتنا والكفر اللي احنا عاملينه الجديد اللي احنا سمعناه مع بعض تخيل ده ولسه بقى في طور التسجيل والموضوع ده بياخد وقت شوية يعني.
السينما اخبارها ايه بقى؟ هل في افلام ثانيه داخله؟ هو حاليا لا مفيش. انتوا كلكم تجربه ناجحه جدا قبل كده. احنا تجربه ميكروفون كانت تجربه عظيمه بصراحه. هو الفيلم كمان يعني هو ميزته ان هو اولا طالع من اسكندريه جدا، يعني بيتكلم عن اسكندريه قوي، بيتكلم عن الفن المستقل كله. يعني سواء جرافيتي سواء رسم سواء ناس بتعمل سكيبوردنج مثلا. اي حاجه تانية جايه جديد؟ الجاي الجديد احنا لا في الافلام في الموفيز مفيش، بس احنا بنصور كمان كام حاجه تانية لينا يعني فيديوز لينا، بس في الافلام لا مفيش الفتره الجايه. بتشوفوا مين بقى اللي بينافسكم في السوق او انتوا بتنافسوا مين من الفرق اللي هو كلهم الناس بتنافس بعضيها كل الناس حلوين جدا. بس عايز اقول لك مش شايف انها بقت ظاهره ان الفرق كثرت قوي؟ هي انا ما اقدرش اسميها انها بقت ظاهره، هو زي ما لارس بيقول كده، هي بعد الثوره حصل فيه بالعكس. انا بحس ان الناس دي حاجه ظريفه جدا، ان الناس حصل لها نوع من الوعي ما كده، حتى اللي ما كانش يسمع عن فريق مستقل حتى لو مسمى مستقل او ان هو فريق من النوع ده، ابتدت الناس بتسمعه وبقى ناس ورا ناس تنشر الفكره وابتدوا يسمعوا الحته دي من لصالحنا جدا، غير يعني. غير الموسيقى اللي احنا متعودين عليها في التلفزيون والستارز والحاجات دي، فاصبح الترند ده موجود ودي حاجه ظريفه. يلا بينا نكمله ونطوره ايا كان الفريق بقى، متنافسين مش متنافسين، وبعدين الحياه بقت اسهل كمان للفرق. يعني بقى في بقى سوشيال ميديا وفيسبوك وتويتر، احنا برضه في اول ما بدانا ما كانش فيه الكلام ده خالص، فالفيسبوك اول ما ظهر احنا كنا يعني فرحانين جدا ولا استوديوهات، احنا كنا متعودين قوي كده يعني. هل الجمهور بتاعكم بيتذوق الاغاني بشكل سهل ولا الاغاني بتختلف من سن لسن؟ يعني بتشوف الجمهور مين بتاعكم اكتر المستهدف؟ الشباب سنة كم سنة يعني؟ ممكن يكون هو قاعدة أكتر ناس بتسمعنا. وإحنا بنتكلم عن المواضيع بتاعتنا، يعني المشاكل اللي بنمر بيها في الحياة، مثلا حاجة زي التحرش، حاجة زي مثلا في حاجات كتير كمان. سياسة أخبارها إيه في الأغاني عندك؟ والله هي موجودة في كل حاجة، في المزيكا وفي التلفزيون وكده. ما هي ده سياسة؟ بتبقى حاجات يعني مستترة شوية. بس طبعا الواحد ما دي حاجه موجوده في الحياه، واليومين دول نشيطه جدا. اصل الحياه سياسه، انك انت الاكل والشرب واللبس والعلاج والتعليم سياسه. بالظبط، هي دي الحدوته يعني. طيب احنا يعني اولا انا بشكركم جدا، كنتوا معايا النهارده وبجد انا استمتعت جدا. اكيد هيكون لنا لقاءات ثانيه مع بعض، وعايزكم انتوا بقى تحبوا تختموا بايه وبعد كده وننزل عليها بالتترات. نختم بيها يا سعيد. تحبوا نختم بايه؟ تعشب شاي. يلا تعشب شاي معانا بقى
وبحلق في الرايح والجاي قاعد على قهوة بتشرب شاي وبحلق في الرايح والجاي شارب لك يي 30 زردة واتنين فتلة والسحلب جاي شارب لك يجي 30 فتلة واتنين زردق والسحلب جاي من ساعة ما بتصحى أيوة. للنوم قاعد على القهوة طول اليوم قاعد فاضي وملكش لزوم يوم بتحاسب ويومين معزوم من ساعة ما بتصحى من النوم قاعد فاضي وملكش لزوم ومعزوم يوم بتحاسب ويومين حالق ومنفض للدنيا وسايب حلمك على الحيط مرسوم حالق ومنفض للدنيا وسايب حلمك على الحيط مرسوم